هذه الآية أن يكون دائما في اضطرار كل يوم وفي شان أي مع عبيده مع العبيد أي أننا تحت القهر الإله فقد تتبدل الأحوال في كل لحظة وإذا علمنا ذلك وإن كنا جالسين في مجالس أهل الله علينا أن لا نعمل مكروها فيكون القلب في كل نفس مضطر وخائف من الله سبحانه وتعالى لا ينقطع عن ذلك الخوف لأن الذي أعطى قادر على أن يذهب ما أعطى ويسلبه ما أعطى والمسلوب قادر على أن يجعله في أكابر أولياء الله في لحظة واحدة ألا أن أمره بين الكان والكون وإذا أراد شيئا أن يكون له فيكون فرب دعوة مضطر بالله سبحانه وتعالى ينظر إليه الخلق أنه أبعد الناس ودعوة مضطر لاقت الإجابة من المولى سبحانه وتعالى جعلته في أول الناس خافضا ذقته.